المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن رسميا تخليه عن الإدارة الذاتية استجابة للسعودية، فلنشاهد التفاصيل. أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم تخلي المجلس عن الإدارة الذاتية حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن أهداف إعلان الإدارة الذاتية قد تحققت، والتي تتمثل في تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب. هذا أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر تسلم بيان إلغاء الإدارة الذاتية من قبل ميليشيا الانتقالي الإماراتي، وقالت المصادر أن السفير تسلم أيضا بيانا من ميليشيا الانتقالي بإغلاق الحسابات التي فتحتها في وقت سابق في البنك الأهلي لتوريد الإيرادات العامة فيه. وبشأن الوضع في سوق قطرة، ذكرت المصادر أنه تم تحديد مدة أسبوعين لإعادة الأمور إلى نصابها قبل تمرد ميليشيا الانتقالي خلال 30 يوما، وكذا تعيين محافظا ومديرا لأمن عدن ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن. وأضاف متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن المجلس مستمر في شراكته الاستراتيجية مع التحالف العربي على كافة الأسئلة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية لمواجهة التدخلات الإيرانية ومحاربة الجماعات الإرهابية، وكذا تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضي إقباب المندب ومنع تهريب وتصدير الفوضى. We'll be right back.